عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان جلسة نقاش لمسودة تقرير حول إصلاح التأمين الصحي كمدخل ضروري لإصلاح القطاع الصحي الفلسطيني ولتأمين حق الصحة لجميع المواطنين. وطالب الائتلاف بتبني نظام تأمين صحي شامل تضامني وإلزامي وإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة ملف التأمين الصحي كونه ضرورة أساسية لبناء نظام صحي عادل يوفر تغطية صحية شاملة بخدمات صحية جيدة ومستدامة وبتكلفة معقولة للمواطنين كافة دون تمييز. المزيد من التفاصيل سيوضحها لنا ضيفي في الاستوديو الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان الأستاذ جهاد حرب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نشاهد هذا التقرير الذي أعده طاقم وطن عن الموضوع ونعود لبدء الحوار. لنشاهد. عند الحديث عن إعانة الفئات المهمشة والأكثر ضعفا في المجتمع لا بد من التطرق لحق الحصول على نظام صحي عادل وشامل لما يمثله من أهمية قصوى في حفظ حياة الناس وضمان وصولهم للخدمة الصحية السليمة. وهنا في فلسطين يتطلب الأمر إصلاحات بنيوية في النظام الصحي، ولا يجب إغفال تشرذم وتعدد أنظمة التأمين الموجودة وارتفاع إجمالي إنفاق الأسر على الصحة في ظل غياب إدارة عامة تعمل وفق إطار قانوني على تنظيم وتقديم خدمة الرعاية الصحية لتشمل كافة الفئات وعلى رأسها تلك المهمشة. وعند دراسة واقع التأمين الصحي بأنواعه المختلفة سيبدو واضحاً حجم الإشكاليات التي تحجب المواطن عن حقه في التمتع بهذه الخدمة. ومن هذا المنطلق عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان جلسة نقاش لمسودة تقرير حول إصلاح التأمين الصحي كمدخل أساسي لإصلاح القطاع الصحي الفلسطيني وبهدف الوصول إلى منظومة التأمين الصحي الشامل والمنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. طيب، إذن كما شاهدنا في التقرير بدي أصبح عليك مرة أخرى أستاذ جهاد ونحكي أول شيء قبل ما نحكي عن نظام التأمين الصحي في فلسطين نحكي في أي إطار جاء إعداد هذا التقرير وعقد جلسة النقاش وشو الجوانب اللي ركز عليها؟ يأتي في إطار اهتمام ائتلاف أمان منذ سنوات طويلة فيما يتعلق بالحق في الصحة لجميع المواطنين الفلسطينيين، وأيضا يأتي في إطار تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الصحي، ناهيك عن ما يتعلق بتوفير نظام صحة للجميع للمواطنين وضمان توفر خدمات صحية جيدة أو ذات جودة عالية للمواطنين الفلسطينيين وإنفاق حكومي حكيم على قطاع الصحة، لأنه أمان تهتم بمسألة الصحة أي بمكافحة بتعزيز النزاهة في إجراءات عمل القطاع الصحي، وأيضا تهتم بترشيد الإنفاق الفلسطيني الإنفاق العام الفلسطيني ويكون له مردود، يعني إنفاق حكيم مع مردود ذي طبيعة أو ذي جودة عالية للخدمات الصحية بالإضافة إلى استمرار وديمومة نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، بمعنى آخر أن يكون لديه مدخلات تستطيع أو يستطيع هذا النظام الصمود والاستمرار وتحسين الخدمات وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية بمعنى التكافل والتضامن ما بين الفئات الاجتماعية الفلسطينية أو المختلفة للبقاء على هذا النظام الصحي. زد على ذلك ما يتعلق بوقف التهرب الضريبي الحاصل اليوم بين فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني واللي بعزز من قدرة وزارة المالية على التحصيل للخزينة العامة، ونحن عندما نتحدث التحصيل للخزينة العامة يعني للدولة الفلسطينية اللي هي لجميع مواطنيها وفقا لوثيقة الاستقلال الفلسطيني. تمام، وهذا بخلينا نحكي عن التحديات اليوم اللي منواجهها للنهوض بالقطاع الصحي الفلسطيني. أكيد في عدد من التحديات، شو هي أستاذ جهاد؟
التحدي الأساسي أنه الخدمات الصحية خلال السنوات الأخيرة نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها وزارة المالية أو السلطة الفلسطينية. نعم. وكثافة الطلب وزيادة الطلب المواطنين على الخدمات الصحية، أصبحت المراكز الصحية غير قادرة على تلبية هذه الطلبات الكثيرة، هذا من ناحية، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي أظهرت ضعف المنظومة الصحية. اثنين، ما يتعلق بالتحويلات الطبية اللي فيها إشكاليات متعددة، منها على سبيل المثال الدخول السهل للتأمين الصحي من قبل أشخاص أو مجموعات تستطيع أن تدخل في لحظة ما وتخرج منه بسهولة أيضا، تدخل لإجراء عمليات مكلفة أو إجراءات صحية مكلفة، ونحن نقول من المهم أن يتعالج الجميع لكن ليس على حساب الآخرين. هناك أشخاص على سبيل المثال في التأمين الصحي، هناك تأمين إجباري لكل الموظفين اللي بيبدأ من عمر 22 على سبيل المثال إلى 60، وحتى في التقاعد يستمر بدفع رسوم التأمين الصحي الإجباري. هذا الشخص بيدفع لسنوات طويلة وقد لا يحتاج، ومتى بيحتاج؟ بيحتاجها لما يصير عمره 60 سنة، 50، 55، في وقت متأخر، لما يجي يلاقي حاله ما عندهش الخدمات الصحية اللي دفع لها طوال عمره. في الوقت اللي بيجي حد عمره ما دخل على التأمين الصحي، عمره ما دفع رسوم تأمين بيعمل صحي، بيعمل على طول تأمين بيعمل تأمين، بيدفع 1000 شيكل تقريبا، لكن بيكلف وزارة الصحة 500,000 شيكل في بعض العمليات أو الخدمات الطبية اللي بتلقاها. صحيح. هاي وبيخرج ممكن. بعد ما يعمل العملية يعني بس ينتهي السنة خلص، ما بيرجع يدفع رسوم التأمين. بالتالي هذا التأمين مفتوح للاختراق. بالتالي عندما نقول تأمين شامل وإلزامي، يعني كل الأفراد كل الفلسطينيين عليهم أن يكونوا جزء من هذا التأمين اللي بيحقق إيرادات لهذا التأمين اللي بيخليه مستمر وعنده ديمومة والجميع يتضامن مع بعض البعض. بمعنى آخر أنه كلهم بيتضامنوا، في الشباب بندفع لكن لما نوصل لمرحلة يعني العجز يعني قائم على ردات الفعل. يعني كيف تكون انطباع لديكم أن نظام التأمين بفلسطين قائم على ردات الفعل؟ لأنه الخطوات اللي بتصير بتصير لمعالجة قضايا آنية بس في سنوات متعددة، ليس اليوم فقط. نعم. مشان هيك احنا بنقول احنا بدنا تأمين صحي شامل إلزامي للجميع، بحيث يعمل نقل نوعية في القطاع الصحي أو في نظام الرعاية الصحية اللي طيب. راح نفصل بعد قليل بالضبط. هاي الإجراءات، يعني هذا اللي بدي أحكي فيه، إنه في التقرير جاء إنه ملف التأمين الصحي لا يستند على دراسة علمية ومعايير لآلية إدخال المواطنين فيه. كيف ذلك؟ يعني على شو معتمدين إذن في هذا النظام؟ أنظري. المؤمنين اليوم هم 350 أسرة أو مؤمن. إيش هذا أسرة العدد؟ يعني إيه؟ بس 350 350 أسرة؟ هدول 350 وين في الضفة؟ في الضفة 350 تقريبا بيطلعوا 1,200,000 شخص مؤمن. لأنه إحنا بنحكي على 350 ألف أسرة. 350 ألف؟ نعم. تمام. 350 ألف أسرة. إذا ضربنا بخمسة بيطلعوا تقريبا، اللي هو المتوسط عدد بالمتوسط الأفراد. نعم. وزارة الصحة بتحكي عن تقريبا 1,200,000 شخص. تمام. 80,000 أسرة هم إجباري، 10,000 هم من البلديات مأمنين، و 3,000 مأمنين اختياري، و 50,000 الأسر المعيشية الضعيفة أو الشؤون الاجتماعية. نعم. و 20 أسرة 20,000 و 5,000 أسر شهداء. تمام. وفي بالإضافة للعاطلين عن العمل، نحكي عن 350 تأمين اللي بشكله 1,000,000 وشوي، هذولا اللي مأمنين. فالمجبرين هم فقط أو بيدفعوا رسوم هم اللي راحوا اختياري والإجباري والبلديات، والباقي ما بيدفعوا عمليا، الخزينة بتدفع عنهم. تمام. لكن في أشخاص ما همش موجودين، لا بيدفعوا اختياري ولا هم من الشؤون الاجتماعية ولا هم من الفئات اللي تنطبق عليها، بيدخل على التأمين اليوم وبدفع التأمين مئات آلاف الشواكل دون أن يكون لديهم وجه حق. هاي تعتبر نقاط ضعف بتعتري نظام التأمين الصحي؟ نعم.
لأنه لا يخدم ديمومة النظام الصحي نظام الرعاية الصحية. في كل الأحوال إحنا بنقول في أمان إنه كلما زاد الإنفاق على الصحة يعني زادت أو تحسن الوضع الصحي للمواطنين الفلسطينيين، وهذا شيء إيجابي. نعم. لكن في المقابل ألا يكون نظام الرعاية الصحية هو عبء على الدولة وعلى الخزينة العامة اللي لازم توزع أيضا للتعليم والشؤون الاجتماعية، يعني ولا انعكاسات هذه نقاط الضعف بيجي على خزينة الدولة، خزينة الدولة على الخدمات الأخرى. نعم. وكمان الطلب الكبير بصير فيه على نوعية وجودة الخدمات، بالتالي بتضعف. على سبيل المثال في موازنة وزارة الصحة اليوم، نعم، 37% تقريبا هو إلى الرواتب والأجور، 40% تقريبا، 39 إلى 40 من سنة إلى سنة بتتراوح، هي التحويلات الطبية للمستشفيات. وإحنا بنقول أنه تم توطين الخدمات، وهذا مفيد للقطاع الخاص والقطاع الأهلي. صحيح. كمان مفيد للمواطن اللي بتعالج لأنه يتلقى خدمات ذات جودة أعلى، لكن هذا يجعل القدرة على الاستمرار ضعيفة. الأمر الآخر اللي احنا شفناه في أمان إنه، وهذا ذكره التقرير، إنه الإنفاق على الصحة تقريبا $1.7 مليار، هذا الإنفاق الشمولي اللي وفقا لوزارة الحسابات الصحية بسموها السنوية. السلطة أو الخزينة العامة مليار بتدفع إيش؟ مليار دولار. دولار. السلطة الفلسطينية أو الخزينة العامة بتدفع بالشكل 2 مليار و200 العام الماضي، يعني تقريبا 45% من الحسابات الكاملة. نعم. المواطن بيدفع 40%، وهذا عبء كبير على المواطن لأنه أغلبهم إما عندهم تأمينات مختلفة لكن لا يستفيدوا منها نتيجة الحاجة والضرورة والكذا، وبدهم يروحوا يشوفوا أطباء يثقوا فيهم أكثر. بالتالي بيدفعوا في الصحة سواء للأطباء أو الأدوية مبالغ كبيرة. عندما يكون في تأمين إلزامي وشامل يعني هو بيدفع القسط الشهري أو السنوي وبيأخذ جميع الخدمات اللي هو كان يشتريها مشترى على حسابه. مشان هيك انت بدك تخفف الأعباء على المواطن طبعا، وتحسن من جودة الخدمة وتخلي هاي الخدمات أو النظام الرعاية الصحية مستمر وإله ديمومة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال كما قلنا في ائتلاف أمان إصلاح نظام التأمين الصحي. طيب، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016 أشار لوجود سوء استغلال في إدارة التأمين الصحي، وهذا ألحق خسائر مالية دون وجه حق وأتاح المجال لاستخدام غير منضبط ونزيه لهذا الأمر. فماذا تغير اليوم بعد 6 سنوات من وجهة نظرك من خلال بحث؟ اللي حكيناه قبل قليل أنه دخول الناس وخروجهم أحيانا نتيجة الضغط على التحويلات الطبية بتتيح استثناءات أو إمكانية أن يكون هناك واسطة ومحسوبية لبعض خروقات، يعني خروقات مختلفة. اليوم أكثر ضبطا لنظام خاصة في التحويلات الطبية اللي هي الأرق الكبير. التأمين الصحي أيضا صار إلكتروني، وبالتالي في هناك مسائل ضبط أكثر للدخول إلى إله وكيفية التعامل وعدم وجود الأخطاء البشرية بمعنى آخر. بالتالي في هناك تحسن، وهين خلينا نقول أيضا أنه لازم نثمن جهود كل العاملين في وزارة الصحة وفي القطاع الصحي الفلسطيني كله لمحاولة النهوض في القطاع اللي في تطور وفي نهوض من سنة إلى سنة. يعني لما نيجي نقول 2022 مش زي 1996 أكيد في تغيير، لكن نحن نقول أنه السياسات العامة بحاجة إلى تغيير، وإدارة قطاع الصحة كمان بحاجة إلى تغيير. هذا ما خلص له التقرير. طب لما نحكي عن الرقابة والنزاهة والمساءلة أستاذ جهاد والشفافية، كيف تبدو الصورة لديكم؟ عندما نطلع على النظام الصحي إحنا نحكي عن إصلاح شمولي، لأنه الاختراقات هاي قادمة من إما الاستثناءات أو إما من طبيعة النظام، نظام التأمين الصحي. وبالتالي كلما كان هناك أكثر شفافية، كلما كان هناك إجراءات
أكثر إلكترونية بين قوسين، بمعنى أنه البشر لا يتدخلون كثيرا والمعايير واضحة للمواطنين الفلسطينيين، كلما كان هناك تحسن أكبر فيما يتعلق بالتأمين الصحي وفي الحصول على الخدمات الصحية. لكن اللي إحنا بنحب نقوله في أمان أنه هذه المسألة ليست لحظية، بمعنى أنه مش بدنا نصحى بكرة الصبحيات ونلاقي عندنا تأمين إلزامي وشامل وتضامني أي اجتماعي في يوم وليلة، إنما نحتاج إلى فترة انتقالية، نحتاج إلى تطويرات مختلفة في الجوانب المختلفة. لذلك قلنا في الخلاصة للتقرير إنه إحنا بنطلب أو بنطالب الحكومة بسياسة واضحة، سياسة حكومية وطنية واضحة لإعادة النظر في تركيبة مكونات نظام الرعاية الصحية. المعنى أنه هناك يجب أن يكون عندنا ثلاث مكونات رئيسية في قطاع الصحة. المكون الأول جهة الإشراف اللي هي وزارة الصحة، لأنه اليوم وزارة الصحة هي جهة إشراف وممول وتنفيذ ومزود خدمة منفذ. ما بتقدر تكون بهاي الأعباء كلها مرة واحدة، فقط يجب أن تكون مشرفة ويكون في إدارة يعني لمؤسسة. خلينا نقول إحنا لأنه بندرس واقع الجهاز الصحي كله، المطلب الأول تكون في هناك سياسة في مجلس الوزراء تحدد جهة الإشراف ومزودي الخدمات والممول لهذا القطاع. الأمر الثاني، وزارة الصحة الحكومة ووزارة الصحة بإمكانها أن تحدد بعض الخدمات اللي فيها قصة نجاح عظيمة لدى الفلسطينيين في وزارة الصحة، مثل الرعاية الأولية. أول شيء عندنا بنية مترامية في أغلب القرى الفلسطينية، في أغلب المناطق الجغرافية موجودة مراكز لوزارة الصحة، وعندها الرعاية الأولية يعني أثبتت أنها من أفضل الخدمات التي تقدم على مستوى المنطقة. فبالتالي يمكن أن تبقى في وزارة الصحة هذا النوع من الخدمات الأولية المتوفر فيها كل المتطلبات، ونحن مش بحاجة إلى إعادة جديدة لهذا الأمر. وقد تتحول في المستقبل إلى طبيب الأسرة اللي هي بتعرف كل التفاصيل عن كل الأشخاص. صحيح. وهذا بيخفف في المستقبل من الأزمات الصحية أو تردي الأوضاع الصحية للمواطنين. وثالثا إعادة النظر في البنية الإدارية بناء على الخطوة الأولى السياسة. إذا صارت وزارة إشراف وهي مزود لبعض الخدمات، بالتالي رح يقل عدد العاملين في وزارة الصحة، وهو ترشيق لوزارة الصحة، وهذا بيخفف من حجم الإنفاق في وزارة الصحة على الخدمات الإدارية اللي كنا 37% رواتب وأجور، وبتذهب هذه المبالغ إلى ما يتعلق بالخدمات ذاتها. كمان وزارة الصحة بإمكانها، لأنه عندها بنية تحتية مستشفيات في أغلب المدن اللي هي الخدمات الثالثية اللي هي العمليات وغيرها أو العملية أو التخصصية، ممكن أن تقول مجلس الوزراء أو وزارة الصحة تقول أنه أنا عندي هذا النوع من الخدمات الصحية اللي أنا بقدر أقدمها. على سبيل المثال خلال السنوات الماضية هناك عملت وزارة الصحة على أن يكون توطين لديها عمليات القلب المفتوح والقسطرة. قد تقول أنا عندي هذه الخدمة موجودة، ليش أنا أفرط فيها؟ خليني أنا كمزود خدمة لبعض الخدمات الطبية الثالثية أي التخصصية، وأنا بظني كمزود خدمة زي المستشفيات أو المراكز الصحية في القطاع الخاص والقطاع الأهلي. وبالتالي بتطور من خدماتها وتصير زيها زي الآخرين، وهذا بتيح الفرصة للمستثمرين للقطاع الخاص. صحيح. والقطاع الأهلي. صحيح. إنه يستثمر في بعض الخدمات التي لن تنافسه الحكومة فيه. صحيح. وهيك بتستجلب أو بتخلي فيه استثمار إضافي في الجانب الصحي، وبصير فيه قطاع تأمين مميز يعني. أيوة. يلبي خدمات وتطلبات. نوصل للمرحلة الأساسية اللي حكيتها حضرتك، وهو مطالبتنا الرئيسية. إحنا كنا إصلاح النظام الصحي، التأمين الصحي هو مدخل ضروري لإصلاح النظام الصحي أو نظام الرعاية الصحية وإعمال الحق في الصحة للجميع. هذا بتطلب بناء على الخطوات الأولى، بتطلب قانون للتأمين الصحي، مؤسسة وطنية تدير التأمين الصحي وهي الممول اللي بتصير، لأنه إحنا بندفع الرسوم لهذه الجهة، وبالإضافة إلى الإنفاق العام اللي الدولة مش رح تتخلى عنه.
راح تقدم أموال، يعني مش إنه بدها تنعزل عنه، لكن بتقدم أموال وتكون في ترشيد لهذه الأموال واستثمارها بالشكل الصحيح في الخدمات. وهذا كما قلت قبل قليل إنه بحاجة إلى وقت. هذا النظام سيساعد على أمرين، أولاً ضبط مسألة التفرغ للعمل في الحكومة في القطاع الصحي. ثانياً راح يكون مفيد لوزارة المالية أي للخزينة العامة في موضوع الجباية، اللي بيصير كل الناس اللي بيشتغلوا في القطاع الصحي واضحين وين بيشتغلوا وشو دخلهم، وبالتالي الضريبة ضريبة الدخل ستكون واضحة على الجميع. اليوم بيحكوا عن تهرب ضريبي في القطاعات المختلفة، احنا بنقول انه إذا رحت على سياسة عامة واضحة ومحددة، وإذا رحت قانون، وإذا عملت مؤسسة بصير في ضبط الإنفاق وأيضا استثمار أعلى للإيرادات التي ستدخل على الخزينة أو على الدولة. هل في توصيات أخرى بتحب تضيفها طلبتوا فيها بأمان، ولا الصورة هيك واضحة؟ بالنسبة لنا كنا أنه هناك جهود كبيرة انعملت في 2009، كان في عنا مشروع قانون، وفي 2019 في فريق وطني. احنا تقريبا نفس التوصيات، متفقين على نفس التوصيات تقريبا. نحتاج الى إرادة سياسية اليوم ان تقول اننا نبدا في هذا الموضوع، ونبدا وناخذ الوقت الكافي لاستكماله، لانه هذا الامر تامين صحي شامل الزامي وتضامني بمعنى اخر. يحتاج الى اعادة النظر في البنية التشريعية وفي البنية التنظيمية وأيضا في كيفية التعاطي مع مزودي الخدمات المختلفين. صحيح، يعطيكم العافية في ائتلاف أمان على التطرق لهذا الموضوع الهام، وشكرا لحضورك الأستاذ جهاد حرب، الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان من أجل النزاهة والمساءلة. تحياتي لك.